أهلا بكم. كشفت اللجنة المالية النيابية عن قيام الحكومة في العراق بتخفيض العجز في موازنة 2020 من 72 تريليون دينار عراقي إلى نحو 37 تريليون. وأضافت اللجنة أن قرار الحكومة جاء بناء على توجيهات من صندوق النقد الدولي. وقال عضو اللجنة جمال سيدو إن الحكومة وضعت الميزانية التخمينية على أساس احتياج المحافظات والدوائر دون أي تخفيض ما بلغ بنحو 72 تريليون دينار عراقي، مضيفا أن تدقيق الأرقام وإلغاء بعض المشاريع والمطالب للمحافظات أدى إلى تخفيض العجز في الموازنة بنحو 37 تريليون دينار عراقي، كذلك تخفيض الموازنة العامة البالغة بنحو 139 تريليون. أكد نائب عن كتلة المستقبل الكردية سوركت شمس الدين أن موظفي كردستان العراق يعيشون حالة من اليأس والإحباط بسبب عدم صرف رواتبهم. وحذر شمس الدين من تداعيات عدم صرف رواتب الموظفين في كردستان العراق، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تنذر بكارثة حقيقية في كردستان العراق على حد وصفه. وقال النائب الكردي إن موظفي كردستان العراق يعيشون مرحلة من اليأس والإحباط بسبب عدم دفع رواتبهم بشكل منتظم من قبل حكومة بغداد، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى ضغط البرلمان على حكومة عبد المهدي لحل أزمة اتفاقية النفط بين أربيل وبغداد. أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.7% متوقفا عند 469.31 نقطة. وبحسب المؤشر فإن الجلسة شهدت ارتفاع أسهم 9 شركات وانخفاض أسهم 6 شركات، فيما حافظت 8 شركات على أسعار أسهمها، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 269 سهما بقيمة بلغت أكثر من 169 دينارا عراقيا، تحصلت من خلال إبرام 245 صفقة شملت 23 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مدرجة في البورصة العراقية. أعلنت وزارة الزراعة عن خطة الموسم الزراعي الشتوي المقبل بزيادة 4 ملايين دونم عن الموسم الماضي. وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي إن الوزارة أعلنت عن التوسع بالمساحات المزروعة للخطة الشتوية المقررة 2019-2020 بقرابة 16 مليون دونم، شملت عموم المحافظات ولمختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والخضر والبساتين، مبينا أن هناك زيادة في المساحة المزروعة بحوالي 4 ملايين دونم عن الموسم الماضي. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.